أسعد الله أوقاتكم ورمضانكم كريم مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة مونشيت. دائما ونحن في سياق الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا والتي هزت الإنسانية كاملة وتلقت منها صفعة قوية جعلتها تتساءل عن كثير من الأشياء من الناحية الدينية، من الناحية الفلسفية، ومن نواحي أخرى متعددة. ولكن نحن أيضا في الجزائر نحاول أن نفهم الكثير من جوانب هذه الأزمة، ولكن أيضا وهذا هو الأهم أن نعود إلى تراثنا الجزائري وإلى شخصيات جزائرية لعلنا نستلهم منها ما يمكننا أن ما يمكننا من فهم الأزمة ومحاولة تخطيها إن شاء الله. وفي هذا الصدد اخترنا شخصية فذة وتاريخية وعظيمة من تاريخ الجزائر الحديث، شخصية الأمير عبد القادر الجزائري. نتحدث عن الأمير عبد القادر الجزائري كرجل دين، كرجل صوفي، كرجل إنساني قدم للبشرية ما قدم من إسهامات لا تزال حية إلى اليوم. وللحديث عن هذا الموضوع يشرفنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور علي زيكي، وهو أستاذ الفلسفة وبجامعة الجزائر 2. نستضيفه للحديث عن الأمير عبد القادر، وهو الذي يبحث في الموضوع منذ مدة ليست بالقصيرة. نتناول مع الأستاذ علي زيكي، مرحبا بك الأستاذ، شخصية الأمير عبد القادر وكيف يمكن للأمير عبد القادر أن يجيب عن كثير من التساؤلات المطروحة اليوم في ظل هذه الأزمة التي نعيشها. شكرا أستاذ أحسن على هذا اللقاء المضياف الذي أتمنى أن يكون خفيفا وأن يكون مفيدا وأن يكون لبنة من لبنات عملك وأعمالك التي تقدمها من خلال جريدة الوسط وكتاباتك، ثم كذلك من خلال هذا البث التلفزي الذي يختار دائما حصص موضوعاتية دائما تحاول أنها تجيب وتستجيب عن التساؤلات المطروحة، وهذا واجبنا ونحن دائما حريصون على هذا النهج، وأنتم في ذلك وعلى ذلك مشكورون لأنكم حقيقة تقدمون خدمة جليلة للإنسان الجزائري ولربما للإنسان القارئ لكم، وأتمنى يكون ذلك خارج الوطن ولما لا، لأن حقيقة حصص وكتابات جديرة بأن تقرأ محليا وعالميا ولما لا، لأنها ليست من المستوى الذي يتحرج منه الإنسان أن يقدمها للآخر حتى يقرأها ويستفيد منها. اختيار شخصية الأمير عبد القادر، وإن لم أكن تخصصا دقيقا في الموضوعات التي تناولها تحليلا ونقدا وتقييما وتقويما، إلا أنني اخترت موضوعا من بين الموضوعات التي شغلته وانشغل بها كثيرا، لا وهو التصوف. بداية أقول لست متصوفا، وإن كنت تمنيت أن أكون متصوفا، لأن التصوف غالبا ما ينظر إليه نظرة سلبية على أساس أن المتصوف درويش، معناه أعتقد بأن المتصوف هو حكيم الحكماء وربما أعقل عقلاء، لأنه وهذا ما جعلنا نبحث في تراث الأمير عبد القادر عن ما يمكن أن يجيب من الناحية الدينية والصوفية والروحية على التساؤلات المطروحة الآن. أعتقد بأن السؤال جدير بأن يطرح وفي محله وأنه أتى في الوقت المناسب، وحتى أجيب على السؤال أغامر مغامرة ليست محمودة العواقب، ليست محسوبة العواقب، هي تطوف في إطار ما يمكن سميته رهان باري
على غرار رهان باسكال، ولما لا؟ إذا 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 الفرضية أتت أكلتها طيبة أهلا وسهلا، إذا إذا لم تؤتي بثمار المرجوة نحن طرحناها على عسانا وعلى آخرين يتناولونها. هي سمة المفكر. بالضبط. إذا أعتقد بأنه هذه النازلة تدخل في إطار ما يسمى التراث العربي رب ضارة نافعة. هذه النازلة ضارة بإنسانية ضررا محدقا. أعتقد بأن الإنسانية أصابها نوع من الصرع مصروعة، يعني أربك الإنسانية خرت، الإنسانية انخرست، الإنسانية انبكمت، الإنسانية لا تدري ماذا تفعل. طبعا أحيانا أقول أقصد مع الأسف الشديد أوروبا الغربية، لأنها الخالقة للمشكلات، ولأنها التي تحاول والتي يرتجى منها الحلول، وهي التي تفكر والتي تقدم الحلول، ونحن نتفرج وننتظر فما يقدمونه من حلول. لكن نحن هنا كما قلت نغامر ونراهن، نقول بأن تصوف الأمير البقادر يمكن يكون حل من حلول. كيف ذلك يا أستاذ؟ كيف ذلك؟ أن أقول بأنه استحضر هنا موقف نيتش. الموقف نيتش وإن كان لا يلتقي مع الأمير في أي نقطة من نقاط الفكر، لكن هذا الموقف بالذات يمكن أن أوظفه في طريقة تعامل الأمير مع النازلات، مع الطامات الكبرى. في إحدى مواقف نيتش لجيساوار بالذات، وكأنه يقول: ما غرك بعقلك أيها الإنسان؟ هذا العقل الذي ركبته واستعملته وتناولت من مشكلات وقدمت من حلول وقدمت من المعارف ما لم تستفيد منها أصلا، ثم وأنك في نهاية الأمر وكأنها مسحت الأفق. حقيقة الفكرة هذه بالذات وكأن الإنسان اليوم أمام أفق ممسوحة. وظهر أيضا أن اختلاف العلميين اختلاف شديد الإنسانية مصروعة فيما يخص هذا الوباء دلت على كثير من الارتياب في النظرة، ارتياب والارتباك أيضا تماماً في تماماً النظرة تماماً إلى تماماً ذلك تماماً وجعل تماماً العلم أيضا عاجزا إلى حد ما في مواجهة الإنسان. ولهذا ربما من الضروري البحث عن مصادر أخرى وموارد أخرى لطمأنة البشرية في خضم هذا التوتر القائم. أنا أقول بحث عن المصادر، أقول مثلا الصوفية ربما أقول جسما القاضي قضية إنسان، قضية إنسان، هذا الإنسان جسما كيف ينظر إليه. في القديم كان أفلاطون كان أستاذ سقراط كان يقول المعرفة فضيلة، بينما الفلسفات الدينية فيما بعد، لأن سقراط عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، لكن حينما تأتي الديانات السماوية يهودية مسيحية وإسلامية كانت تقول المعرفة تقوى، لكنها تقوى في الحقيقة ممكن نرجع عليها يعني استعملت في إطار ضيق وضيق جدا، ممكن نرجع عليها. بينما روجر بيكو في القرن الثاني عشر كان يقول المعرفة قوة، يظهر لي الإنسانية وكان أذنبت من هذه النقطة بالذات، لو أن هذه المعرفة اللي هي قوة وأن هذه القوة لم تستعمل لم تسخر فيما يفيد الإنسان، بل ستستعملها فيما سيسيء الإنسان. على أساس أن هذه الخطوة بالذات التي وضعها بيكون سيتلقاها ديكارت، وما ذاك من ديكارت حينما كان يقول بأنني بكوني أفكر إذن أنا موجود، وأنني بوجودي سأعرف، وأنني حينما أعرف كل ما يمكن أن يعرف وأنني أخترع ما يمكن أن يخترع من تقنيات فإنني سأكون المتصرف المدني للكون. ولكن نعود إلى الأمير عبد القادر، نحاول إسقاط كل هذه المفاهيم وهذه التصورات على فكر وسلوك الأمير عبد القادر في النازلات كما ذكرت. أنا قلت هذه الطريقة تفكير الغرب
هي التي أوصلتنا إلى هذا النزيلة. لأنه هذا العلم وهذه التقنيات عوض أن تستعمل فيما يفيد الإنسان في الحقيقة استعملها فيما يسيء الإنسان. لماذا استعملت فيما يسيء الإنسان؟ لأن هذه الفلسفة الغربية كلها انطلقت من الإنسان من الإنسان. هذا الإنسان مفكر لكن فيما يفكر؟ يفكر في الطبيعة، لكن حينما يفكر في الطبيعة فكر في الطبيعة وتناسى الإنسان. ومن هنا الفكر الغربي بصفة عامة، المصيبة أنه حتى العلوم الإنسانية باتت لا تفكر في الإنسان، وكانت تفكر في المجتمع لكن في غياب المجتمع. تعرفوا في العلوم الاجتماعية يقول الآن عندنا السوسيولوجي سون لا سوسيتي. ومن هنا تم تغييب الإنسان، الإنسان أصبح يفكر فقط فيما يمتلك، وحينما أصبح فيما يفكر فيما يمتلك أصبح يفكر في الماديات ونسي وتناسى الجانب النفسي والجانب الروحاني. ومن هنا سعي الإنسان المادي وعلى حساب النفسي وعلى حساب ذاته وعلى حساب الروحاني هو الذي أوصل الإنسان إلى الوضع الذي نحن فيه. والأمير عبد القادر في كل هذا؟ الأمير عبد القادر هو من يكون، هو الإنسان الجزائري طبعا، مش الآن نتحدث على جوانب شخصيته المختلفة. الأمير عبد القادر دائما أنظر إليه كمحارب أولا، ثم كمثقف، ومثقف وأي مثقف، كفقيه كفيلسوف ولم لا، ثم كمتصوف. على أساس أنه أعتقد بأن الأمير عبد القادر تصوف لأن العلوم القائمة لم تقنعه ولم تشبعه ولم تكفيه. طبعا قال الفقه ضروري، الفلسفة ضروري، أن التصوف أيضا تهذيب للنفس. اجتماع الصوفية في الحقيقة التصوف طريق، والأزمة التي نعيشها تدعو الإنسانية إلى التهذيب أكثر. أعتقد بأن الصوفية ترجع إلى 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 دعوة الإنسان إلى الرجوع إلى الذات، إلى معرفة الذات، لأن هذا الإنسان بمثابة كوكب مصغر. وأنا حينما نعرف الإنسان في 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 محدوديته، في 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 إدراكه لنقائصه، يحاول أن يستكمل ذاتيته، يحاول أن يستكمل شخصيته. ومن هنا المتصوف المدرك لنقائص الإنسان يحاول دائما أن يبحث عن الكمال، والكمال فيما يكون في معرفة الذات، في معرفة الكون، ثم في معرفة الله. خاطر هنا التصوف، خاصة التصوف الأمير وفي جرة كما يقال محي الدين من العربي، كان منشغل ربما انشغال لحد الهوس بما يسمى بالإنسان الكامل. ما هو مفهومه للإنسان الكامل ليفهم المشاهدون ببساطة؟ يعني الإنسان الكامل هو الذي يجمع أقصى ما يمكن أن يجتمع حوله من خصائص الإنسانية قاطبة. ومن هنا في إحدى التعريفات، في إحدى ربما المقترحات أو المطلوبات التي وضع إخوان الصفا، يقول الإنسان الكامل، هذا قبل ابن عربي وقبل الأمير عبد القادر، الإنسان الكامل هو العربي الدين، اليوناني الفلسفة، الهند اليهودي الدراية، السوري التقوى، العراقي الذكاء، الإلهي في الحكمة، ثم الملك في المعرفة. يعني هو تركيب لقطع متناثرة. تمام، هو أسمبلاج، مش الأسمبلاج تاع السيارات. نعم، تركيب. الآن نتحدث الآن عن الأمير عبد القادر أيضا في جوانب أخرى. مثلا لو نأخذ جوانب كثيرة، مثلا التعهدات التي قدمها الأمير عبد القادر خاصة في وثيقة الاستسلام، وكيف كانت هذه الوثيقة عكس ما ينظر إليها بأنها استسلام، ولكن كانت وثيقة حكيمة. وأيضا العهود التي قدمها لفرنسا، والتي حرص على الوفاء بها مهما كان الأمر. ربما أجرؤ على القول بأنه كمالية الإنسان في أن
يتجاوز النقائص ويتجنب النقائص ويتجنب أن 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 يقول كلمة وأن 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 لا لا يفي بها. طبعا هنا يظهر لي نقطة ربما ما تناسب كثير الموضوع لموضوع حديثنا، لكن ولو منا نغطي الفرصة كونها طرحتها. لكن أعتقد بأنه من ربما من كماليات الأمير عبد القادر أنه حينما يعطي كلمة يفي بها، حينما يعطي حينما يتعهد بعهد يفي به، لا 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 ينكث ولا يتراجع مهما كلفه ذلك. ومن هنا حينما في نهاية الأمر بعد حرب ضروس وأية حرب شنها ضد فرنسا لم يكن مهيئا لها نفسيا أيضا، هو يقول بأنه لم يكن يفكر في يوم من الأيام أن يكون محاربا. في أحد كتاباته كان يقول لندن، كان يقول لمراسل الأسقف، كان في اتصال ومتصل معه وكان لم يلتقي به مباشرة، هذا المواصل ديبيش اللي هو حلقة الوصل ما بين فرنسا العسكرية والدينية، لأنه كان واسطة بين الأمير وحكام فرنسا. إذن كان وكأنه بث سر، إنجاز أن نقول نطعم السر، قال لمخاطبه المسيحي كان يقول بأنني لم يخطر ببالي أبدا وأبدا أن أصبح محاربا، كنت أتوقع أن أكون كل شيء إلى أن أكون محاربا، لكن حينما دخل وغى الحرب تحملها تحملا كبيرا. لكن في 17 سنة في نهاية الأمر بعد حرب وأية حرب 17 سنة، وهو لم يتجاوز 23 سنة من عمره، وأنه يواجه أقوى جيش في ذلك الوقت، أعتقد بأن القضية ليست سهلة. فلذلك حينما وجد نفسه وحيدا في الساعة، لأن أقرباءه تخلوا عنه، الجيرانون تخلوا عنه، بقي وحيدا، وجد بأن الحل الأحكم والحلاكم وأنه أن يستسلم. طيب كلمة استسلام هذه ظهر كثير من الجزائريين، ربما كلمة شوية تنقص من قيمة الأمير، أعتقد بأنها لا تنقص من قيمته، بالعكس تبين بأنه حكيم وأية حكمة، لأنه أدرك بأنه كما يقال الآن خسر المعركة. لكن طلعت أستاذ على وثيقة الاستسلام في رسالة التي بعثها لنابليون تروى، موجودة في الأرشيف، موجودة في، لم أطلع عليه مباشرة، لكن طلعت رسالة مترجمة الفرنسية قدمها لتيان بيرولو، كان متعشق للأمير، والذي الرسالة الذي أنا شخصيا طلعت عليها، ويقول بأنني استسلمت، لكن كما أقول وأكد بأنه أدرك بأنه خسر الحرب وأن في ذلك حكمة وأية حكمة، لأنه كلما توصل الحرب كلما كثرت الخسائر، خاصة الخسائر البشرية. ثم فرنسا أنها عزمت بأنها أن تحرق هذا البلد وأن تفسده وأن تأتي على الأخضر واليابس حتى تربح وحتى تنتصر. تحدثت عن الترجمة، أحلتني إلى سؤال دقيق، هو هل كان الأمير يتحدث بالفرنسية ويتقن الفرنسية، أم كان يتحدث فقط باللغة العربية؟ في حدود علمي المحدود في هذه النقطة بالذات، أعتقد بأنه لم يحسن اللغة الفرنسية، ولم يتقنها، ولم يستعملها. عنده مجموعة من المترجمين، عنده هذاك ليون روش اللي هو المستشار ومترجم في نوسلوت، وهذا كذلك شخصية لغز اللي هو كيف يمكن يكون أقرب وأقرب إلي، ربما ممكن تكون فرصة جديدة بأن يتناول. هو يعني فخ وقع في من فخاخ التي وقع فيها الأمير وأثرت كثيرا على حربه لفرنسا، وكان يتعامل مع بيجو، مع الجنرال بيجو تماما مباشرة، جاسوس يعني. طيب إذن حاولنا الإحاطة بكثير من الجوانب التي يمكن أن يكون الأمير عبد القادر إسهام فلسفي وصوفي لمعالجة قضايا مطروحة الآن يعني على حاضرنا وعلى مستقبلنا أيضا. شخصية الأمير عبد القادر فيها كثير من الجوانب، وأيضا حتى من ناحية أخرى، وهي شخصيته كرجل دولة أيضا، لأن
التنظيم الذي أسسه والذي صهر على يعني إنجاحه أكد على أنه أيضا كان يعني يجمع بين هذه الصفات. ورأينا أيضا من خلال ربما دراسة شخصيته أن هناك مراحل كثيرة مر بها الأمير عبد القادر، ولعل المرحلة الأخيرة هي أهم مرحلة، لأنها مرحلة نضج ومرحلة استيعاب الكثير من جوانب الحياة وإلى غير ذلك. فكيف تصف المرحلة الأخيرة إذا طلبنا منك وصفا للمرحلة الأخيرة من حياة الأمير؟ في المنفى، في التقى الشخصيات، وكانوا يهتموا بالفكر وغير ذلك. أعتقد بأن المرحلة مرحلة الأمير المرحلة مرحلة التصوف، أعتقد بأنها مرحلة النضج ومرحلة ممكن نقول الكمال، على كل حال الكمال لم ينل ولا ينال، لكن أعتقد بأنه بالنسبة للأمير أعتقد بأنه هذه مرحلة السجن أعطته درسا قاسيا، وجعلت منه شخصية عالمية أيضا، جعلت منه شخصية متفكرة ومدققة في المشكلات العصر القرن التاسع عشر، وأدرك بأنه الرأسمالية النشئة هي استتفع بالإنسان إلى تالكة. هذا الإنسان لما يقرأ الكتاب القيم، يعني من الأسف الشديد أن هذا الكتاب لا يدرس ولا يدرس ولا يقرأ، هذا رسالة الفرنسيين، هو ترجمة ذكية لكتاب ذكر العاقل وتنبيه الغافل، حقيقة كتاب يعني من أروع ما 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 كتبه الأمير في الموضوع. يعني خاطر دجا العنوان ذكر العاقل وتنبيه الغافل، معنى هذا يخاطب الفرنسيين، يخاطب الغرب من خلال الفرنسيين، ويخاطب المسلمين من خلال الجزائريين، وكأن الغرب العاقل جنة. ما وصلناش إلى مرحلة كورونا والحرب النووية وما قبل وما سبقها من ويلات، وكذلك نبه إلى الغفل الجزائريين المسلمين، وقال لهم بأنهم إذا أردتم أن تنهضوا عليكم أن تستيقظوا أولا، ومن هنا علينا أن نستيقظ من غفلتنا ومن غيبوبتنا، وأن الاستيقاظ مقدمة للنهوض، وأن النهوض لن يتم إلا بأخذ من 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 مآثر الغرب، ولما لا؟ وربما أن التركيب بهذه الموقفين، أن الغافل يستيقظ وأن المجنون ينتبه ويستعقل ويسترشد، هنا نكون نموذج من إنسان كامل جمع ما بين الشرق والغرب. هذه الدعوة الإنسانية نختم الحلقة الأولى من برنامج مرشد مع الأستاذ الدكتور علي زيكي، أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر 2، إلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.